بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. ده هيبقى الفيديو رقم 3 في الاندوكراين، وتحديدا احنا بنتكلم في الديابيتس. اتكلمنا في فيديو، اول فيديو كان عن الانسولين، وتاني فيديو اتكلمنا على الانتي ديابيتيك دراجز. ده هيبقى تالت فيديو هنتكلم فيه بقى عن المانجمنت اوف ديابيتيك كومبليكيشنز. مش هنتكلم طبعا على كل الكومبليكيشنز، انما هننقي بعض الحاجات المهمه ونعلمك تتعامل معاها ازاي، او يعني على الاقل نقول لك الاسينشال لاينز. طبعا مريض الدايبيتس ممكن يجيله اكيوت كومبليكيشنز في صوره غيبوبات مختلفه، وممكن تبقى الكومبليكيشنز دي كرونيك كومبليكيشن. طيب اكيوت كومبليكيشن زي ايه؟ ممكن المريض ده يجيله هايبوغلايسيميا، فجاه كده سكره يوطى ويغمى عليه، فنسميها هايبوغلايسيميك كوما. وممكن العكس، ممكن سكره يعلى فجاه وبرده يدخل منك في غيبوبه، فنسميها المرة دي هايبر جلايسيميك كوما أو ديابيتيك كيتو أسيدوسس. نمرة التلاتة، ممكن تجيله حالة اسمها هايبر أوزمولر هايبر جلايسيميك استيت اللي اسمها HHS. هنكلمك على واحدة واحدة بإيه بالراحة كده، ونقول لك تتعامل معها ازاي، تعرفها ازاي الأول وتتعامل معها ازاي. نيجي بقى للكورونيك كومبليكيشن. مرة قلت لك ان المريض بتاع الدايابيتس لما بيسكت على نفسه ويبقى عنده بور كنترول والسكر عالي بقاله سنين، السكر ده هيبتدي يبوظ الانسجة بتاعته. ليه؟ السكر هيتحول في جسمه لحاجة بيسموها جلايكيتد اند برودكتس، هتروح تعمل له حاجة اسمها دايابيتك نيفروباثي، كلى تبوظ، ودايابيتك انجيوباثي، تبتدي البلاد فيزل تتقفل والجروح اللي عنده ما تخفش بسرعه وما تلتئمش بسرعه. نمره 3 ديابيتك برضو نيوروباثي. نمره 4 ديابيتك ريتينوباثي، شبكيه العين تبوظ وما عادش يشوف كويس. احنا مش هنتكلم على كل دول، احنا بس هننقي اكتر حاجه بتحصل للمرضى بنسبه يعني تقريبا 50% من مرضى الديابيتس الكرونيك مع الوقت يعني بيحصل لهم كلمه ايه؟ نيوروباثي دي. فهي دي اللي هنتكلم عنها. يبقى احنا في الفيديو ده هنتكلم على الثلاث حالات الاكيوت دول، وبعدين نختم الموضوع بكلمه دايابيتيك نيوروباثي، نشوف حصلت ليه ونتعامل معاها ازاي. نبتدي القصه بايه؟ بكلمه هايبوغلايسيميا. مريض السكر ساعات سكره يوطى ويحصل له حاجه اسمها هايبو جلايسيميك كوما. كويس، حصلت ليه بقى كل حاله من دي؟ هنتكلم على الكوزز المشهوره، الاسباب، ثم المانيفستيشن الواضحة قوي اللي تخليك تعرفها وتميزها في المستشفى. ونمرة التلاتة نكلمك على المانجمنت. وطبعا وانت بتذاكر تتقل قوي والنبي على موضوع المانجمنت ده، لان هو ده اللي يهمنا بصفاتنا احنا ناس بتوع فارماكولوجي. اهي يبقى الاسئلة معظمها في كلمة مانجمنت دي. الكوزس هايبوغلايسيميا بذمتك يعني السكر يعني ايه؟ يعني انت هل ممكن تألفها في يعني لو حد سألك فيها؟ طبعا سهل قوي، الموضوع بسيط. عنده ممكن يكون اخذ اوفر دوز من الانسولين او من الاورال دراجز، من ده او من ده، هذا اول سبب. اتنين، او يكون خد الدواء مظبوط ومفيش مشكله لكنه نسي ياكل او استعجل وخد القرص بتاع الصبح وقال لك معلش انا متاخر على الشغل، ابقى افطر بقى في الشغل، اهو وهو رايح شغله هيقع في الشارع ويجي له هايبوغلايسيميا. او نمره ثلاثة، عمل سيفير ماسكولار اكسرسايز، وانت عارف ان لما يعمل ماسكولار اكسرسايز المصل بتحرق جلوكوز كتير فهتوطي السكر. ده من حيث الاسباب. تعال بقى للمانيفستيشن. اول ما البلاد جلوكوز بيوطى بيحصل اوتوماتيك ريفلكس سيمباثيتك استيميوليشن. طب انت هتسال ليه؟ ايه يعني اللي خلى لما السكر يوطى البرين يبتدي يعمل سيمباثيتك استيميوليشن؟ لان البرين عايز يخلي الجسم يطلع حاجه اسمها ستريس هرمونز. مين هم الستريس هرمونز؟ حاجه زي الجلوكاجون مثلا، او هرمون زي الكورتيزون، او حاجه زي الادرينالين. دول بيسموهم ستريس هرمونز. لو طلعوا هم دول وظيفتهم يرفعوا السكر، فهو كان البرين بيحاول يحل المشكله بسرعه على ما انت تتصرف. بما ان سكرك وطي فهو بيتصرف بالطريقه دي. ما تنساش برضو كمان حاجه مهمه جدا، ان السيمباثيتك ستيميوليشن من شانه انه يروح ينبه بيتا 2 اللي في الليفر. ما انت عارف ان الليفر فيه مخزن للجلايكوجين هنا، والمفتاح مع بيتا 2 ريسبتور. فلما تعمل سيمباثيتك ستيميوليشن تقوم تروح تنبه البيتا 2 تدوب الايه شويه من الجلايكوجين يقوم يرفعوا السكر. يبقى لو حد سالك في الامتحان
ليه المريض اللي سكره بيوطى بيحصل له سمباثيتك ستيموليشن؟ قول له عشان الكلام اللي ايه اللي احنا شرحناه ده. طيب بناء على كده بقى المريض ده هيجي يعني سمباثيتك ستيموليشن دي هتبان عليه ازاي؟ نمرة واحد هتبان في رابد بلس، فهيبقى عنده تاكي كارديا، ده واحد. اتنين دايليتد بيوبل. ما انت بقى لو انت شاطر في الاوتونوميك هتقدر تعد لما السمباثيتك سيستم اكتيفيتد ايه اللي ممكن يحصل. منطقي جدا التاكي كارديا دي والدايليتد بيوبل ويجي له كمان هانجر بين، واهم من كل ده يجي له شيفرنج، يبقى كانه بيترعش، حاسس انه بردان وبيترعش وعنده ايه تريمورز. طبعا كل ده كوم، وممكن في الاخر يدخل منك بقى الكوم الكبير ان يجي له كوما. والكوما بتاعه الهايبوجلايسيميا يا شباب دينجرس، لان دايما كانوا يسالونا يقولوا انهي اخطر، لما العيان سكره يوطى قوي ولا لما يعلى قوي؟ لا الاخطر لما سكره يوطى قوي، لان المريض ده لو ما اتلحقش بسرعه والسكر اتصلح بسرعه هيحصل له بيرمننت برين دامج. الهايبوجلايسيميا دايما تعمل الحكايه دي، لو ما اتصلحتش اهو دي تاني مره بتعمل بيرمننت برين دامج. طيب تعال بقى نتكلم على المانجمنت. المانجمنت بتاع الهايبوجلايسيميا مش محتاج فلسفه كتير، هما كلمتين، واحد اتنين، العيان بتاعك فايق ولا كوماتوزد؟ بس العيان بتاعك فايق اديله اي حاجه اورال كده سويتي، ياخد اي بونبونايه ولا اي حاجه فيها سكر ترفع له سكره، مساله بسيطه جدا. طب العيان كوماتوزد يبقى احنا هنديله الجلوكوز اي في. طب ما احنا عندنا الجلوكوز ده كان اكتر من كونسنتريشن، عندنا 5% اللي هو الديكستروز 5%، وعندنا ديكستروز 10%، وعندنا ديكستروز 25%. يا ترى مين احسن واحد فيهم؟ احسن واحد الوسطاني ده ال 10%، طبعا احسن واحد للحاله دي اللي هو اللي عنده هايبوجلايسيميك كوما، ده افضل جلوكوز تديهوله اللي هو ال 10% ده. بس انا مره واحنا بنشرح الرينال زمان كنت نبهتك وقلت لك لو ناوي تستخدم جلوكوز بتركيز اعلى من ال 5% يبقى استخدم الجلوكوز ده اديه في الوريد ببطء شديد. ليه ببطء؟ علشان تتفادى الحاجة اللي اتكلمنا عنها مرة اللي اسمها هايبر اوزمولار سندروم. اتفقنا يا بطل؟ احنا اتكلمنا، احنا قلنا الحكاية دي شرحناها بالتفصيل في الرينال. طيب اتفقنا؟ والله بقى الجلوكوز كده كفاية قوي، انما لو عندك بقى يعني زيادة الخرخرين، لو عندك الهرمون اللي اسمه جلوكاجون، بالمناسبة الجلوكاجون موجود اصلا متعبي في حقن فايلز كده للحقن في العضل، الحقنة فيها 1 ملي جرام. لو افيلابل قدامك الجلوكاجون ده اللي هي الحقنه اللي فيها 1 ملي جرام اديها للعيان انتراماسكولر، لان الجلوكاجون ده الهرمون المسؤول عن رفع السكر ايميديتلي. انما ما تعملش ازمه لو ما لقيتش الجلوكاجون، يعني هو كافي قوي انك انت تدي العيان ايه الجلوكوز اي في بالطريقه دي. ندخل على النوع الثاني من المشاكل اللي هو الهايبر بقى المره دي، هايبر جلايسيميك كوما. هايبر جلايسيميك كوما يعني السكر ارتفع اكتر من اللازم، ساعات يسموها دايابيتيك كيتو اسيدوزس. تعال اول نتكلم زي ما اتعودنا على الكوزس ثم المانيفستيشن ثم المانجمنت. طيب الاول الاسباب، يا ترى ايه اللي رفع السكر فجاه كده والعيان دخل في غيبوبه؟ نمره واحد انه اكل كتير، ده احتمال. انه اثنين انه ممكن يكون خد ان اديكويت تريتمنت، او نمرة ثلاثة انه يكون دخل منك في سيفير ستريس. ها سيفير ستريس او جاله انفكشن. طب ويا الاستريس هتعمل ايه؟ انا لسه بغششك اهو، الاستريس هتطلع حاجة اسمها ستريس هرمونز اللي هم الجلوكاجون والكورتيكوستير والكورتيزون والادرينالين، ودول هيرفعوا السكر. يبقى دي يعني احنا كده قلنا ثلاث اسباب، انما مش هم بس، في اسباب اخرى، انما قلنا لك اهم ثلاث اسباب. تعال بقى للمانيفستيشنز. المريض اللي عنده هايبر جلايسيميا اما السكر يعلى قوي يقوم كنوع من الانواع الكومبنساتوري ميكانيزم الكدني تبتدي تحاول تتخلص من السكر على قد ما هتقدر، لان السكر عالي في الدم. طب والحل؟ اما السكر هيخرج من الكدني، السكر لما يخرج انت عارف انه مش هيخرج لوحده، هياخد وراه الميه، لان هيعمل حاجه اسمها اوزموتيك ايه يا بطل؟ الكلام بتاع الرينال بقى، هيعمل حاجه اسمها اوزموتيك دايوريسيس. فهتلاقي العيان ده لما سكره يعلى هتلاقيه بيدخل الحمام كتير. مش انت حتى عارف وحافظ ان مريض السكر بيدخل الحمام كتير؟ بيدخل الحمام كتير ليه؟ لان الكدني بتبقى عايزه تتخلص من ايه الهاي بلاد جلوكوز، فالجلوكوز بيخرج
وبالاوزموتيك افكت بتاعه كمان بياخد الميه وراه. هتلاقي المريض ده طول الليل كان بيدخل الحمام كتير لان السكر كان عالي عنده قوي، فطول الليل عمال يفض الميه دي، وجالك الصبح بقى فقد كل الميه اللي في جسمه. فاول حاجه هتلاقيها عند العيان ده سيفير دي هايدريشن. من كتر ما هو دي هايدريتد هتحط ايدك في بقه هتلاقي شرانكن ودراي تانج، يعني حتى شويه الميه الصغيرين ريقه ده مش موجود. يبقى ده اول اول حاجه هتحصل. اتنين، السكر العالي اللي في الدم ده نسبة منه هتتحول لحاجة اسمها كيتون بودز. كيتون بودز اللي هم مين؟ حاجة اسمها أسيتون، وحاجة اسمها أسيتو أسيتك أسيد، وحاجة اسمها ألفا كيتو جلوتاريك أسيد. طيب ما هو الأسيتون ده ممكن يخرج عن طريق اللنج وتشم ريحته، فهتلاقي المريض ده عنده حاجة اسمها أسيتون سميل. طب نمر التلاتة، طيب ما هو الكيتون بودز دي حاجات أسيدك، يعني ما هو اسيتو اسيتك اسيد والفا كيتو جلوتاريك اسيد. الله، طب ما الحاجات دي هتوطي البي اتش، فهتلاقي العيان عنده اسيدوزس. كاركترستيك قوي بقى انك لو لقيت، لو قست البي اتش عند العيان، البي اتش عندي وعندك الطبيعي الدم يبقى 7.4. المريض بتاع الدايبيتيك كيتو اسيدوزس بيبقى مميز ان البي اتش بتاعه بيبقى تحت 7.3، تحت الرقم ده، ما بيتخطاش رقم 7.3. ليه؟ نتيجة وجود الايه؟ الكيتون بودز دي. عنده ثلاث اعراض مهمين اهم، دي هايدريشن، الكيتون بودز، وايه؟ ها؟ وعنده الاسيدوز. شوف بقى الثلاث حروف دول هم كلمة دي كي ايه؟ مش احنا قلنا المرض اسمه دايابيتك كيتو اسيدوزز؟ طيب الدي دي اهي بتاعت الدي هايدريشن. طيب والكي بتاعت الكيتوزز او الكيتون بودز. طب والايه بتاعه الاسيدوز. يبقى من الكلمه انت قدرت تطلع ايه الثلاثه ميجور مانيفيستيشن. طبعا نمره 4، ممكن الحكايه بقى تختم مع العيان بكلمه كوما، ولو ما تلحقش الحكايه دي فيري دينجرس. تعال بقى نلحق انا وانت العيان ده. العيان ده دخل الطوارئ، حلو، وانت قلت لي ان اهم حاجه كانت مميزاه قوي موضوع الدي هايدريشن ده. فاول حاجه هتديها له كلمه فلويدز. احنا هنكتب عناوين ونفصل واحده واحده كده، ونقف عند النقط اللي تهمنا. اول حاجه هياخدها العيان بسرعه كده في الطوارئ كلمه فلويدز. اولا انت هتديله قد ايه فلويد، كميه الفلويد اللي انت ناوي تديها له قد ايه؟ بيقولوا المريض ده بيبقى داخل الاستقبال فاقد ما بين 4 إلى 5 لترز اوف فلويد، فانت هتحتاج تديله تقريبا الكميه دي من الفلويد. الملاحظه الثانيه، من انهي نوع من الفلويد؟ غالبا هنستخدم سلاين اللي هو الايزوتونيك سلاين اللي هو 0.9%، اللي هو السلاين العادي ده. يبقى عرفنا الكميه وعرفنا النوع. المعلومه الثالثه بقى، هتديله الكميه دي على مدى كام ساعه؟ الخمسة لتر دول هياخدهم بمعدل يا بطل 2 لترز في اول ساعتين، اول 2 اورز، يعني بمعدل لتر كل ساعه، ثم 3 لترز الباقيين بتوع الخمسه متوزعين على 6 اور بمعدل نص لتر لكل ساعه. يبقى انا كده قلت لك ثلاث معلومات في موضوع الفلويد. قلت لك الكميه اللي العيان محتاجها من 4 ل 5 لترز، النوع هيبقى سلاين. وبالمناسبه لو انت عندك رينجر لاكتيت مفيش مانع، مفيش مشكله، يعني الرينجر لاكتيت ممكن ينفع، انما هو الاغلب ان احنا بنستخدم السلاين في الحاله دي. المعلومه الثالثه قلت لك ان الخمسة لتر دول هيتاخدوا بالطريقه اللي قلت لك عليها دي، لترين في اول ساعتين ثم 3 لترز في خلال 6 ساعات. المعلومه الرابعه بقى، ان احنا هنبقى مقلقين جدا من البوتاسيوم اللي في دم العيان. ليه مقلقين؟ تعال نعد كده. اولا المريض اللي جاي لك بدي هايدريشن ده وفقد 5 لتر من جسمه، محتاج 5 لتر ميه. طب هو فقد الميه دي في بيته ميه لوحدها، ولا ممكن يكون الكدني كمان عملت ايه بوتاسيوم لوس؟ لا، مؤكد طبعا، مؤكد فقد كميه من البوتاسيوم مع الميه، فهو جاي المستشفى اوريدي بالبوتاسيوم بتاعه، ممكن يكون البوتاسيوم بتاعه واطي. ده اول سبب. 2، يا اخي حتى لو كان داخل المستشفى طبيعي والبوتاسيوم بتاعه طبيعي مفيش فيه مشكله، طيب ما السلاين اللي انت اديته ده انت اديت 5 لترز اوف سلاين، اديت ميه وملح 5 لتر. طب ما ال 5 لتر ميه وملح دول هيعملوا له حاجه بيسموها دايليوشنال هايبوكاليميا، يعني هيخففوا شويه البوتاسيوم اللي في دمه، فهتيجي تسحب عينه تلاقي الميه كتير قوي والبوتاسيوم قليل. طب ده تاني سبب. تالت سبب، ما هو كمان دلوقتي هياخد انسولين بعد شويه،
وانت حافظ معايا ان الانسولين لما بتاخد اي في بياخد البوتاسيوم من البلد يدخله جوه التشو، الحكايه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي اسمها بوتاسيوم شيفت. يبقى انت النهارده لو اي ممتحن بيقول لك يا دكتور مريض الديابيتيك كيتو اسيدوزيس اللي انت اديت له فلويد اخبار البوتاسيوم عنده ايه؟ هقول له يا فندم احنا بنبقى قلقانين من انه يحصل له هايبوكاليميا لثلاث اسباب. السبب الاولاني انه لما حصل له فلويد لوس في البيت قبل ما يجي المستشفى فمؤكد كان معاها بوتاسيوم لوس، فهو داخل المستشفى اوريدي بالبوتاسيوم ناقص. اتنين، حتى لو كان البوتاسيوم ما هوش ناقص فهو مؤكد هيحصل له دايليوشنال هايبوكاليميا بسبب السلاين اللي انا بديه. نمر التلاتة، حتى لو ده وده مش موجود فهو هياخد انسولين والانسولين مؤكد هيعمل بوتاسيوم شيفت ويدخله جوه السيلز ويعمل لين هايب. يبقى الثلاث حاجات دول بيشاوروا لك ان انت لازم تدي العيان بوتاسيوم. هنديله بوتاسيوم بقى ازاي؟ هو العيان متعلق له سلاين زي ما انت عارف، حط مع كل 1 لتر من السلاين 20 ملي اكويفالنت من البوتاسيوم. على فكره البوتاسيوم موجود، امبولات اسمها بوتاسيوم كلورايد، الامبوله فيها 20 ملي اكويفالنت، يبقى مع كل لتر حط 20 ملي اكويفالنت. وهنبهك انك ما تزودش ابدا عن 20 ملي، اوعى تغلط وتحط 40 ولا 50، لا النسبه احنا بنقولها لك اهو، مع كل لتر ما تزودش عن النسبه ال 20 ملي اكويفالنت دي، لانك لو زودت عن 20 ملي اكويفالنت وحطيتهم مع السلاين هيصبح السلاين ده بقى ما هوش ايزوتونيك. يعني هو السلاين لوحده كده ايزوتونيك، اما تحط عليه بوتاسيوم كتير دي هتزود التونيسيتي بتاعته فهتعمل مشكله للعيان بلا داعي. والافضل من ده ومن ده انك انت تدي البوتاسيوم جايدد باي البوتاسيوم ليفل. ندخل على تاني ايتم في العلاج. العيان ده هياخد انسولين، هنحط خط وزي ما عملنا في الفلويد هنحلل الكلام. الاول هياخد انسولين انهي نوع؟ هتجاوب عليه على طول تقول لي الريجولر اللي ما كانش عليه اي اضافات خالص، اللي احنا سميناها ريجولر او نيوترال او سوليابل، اتفقنا؟ طب الروت ايه؟ هياخد الريجولر انسولين ده انترا فينوس مش سبكوتينيوس، لان احنا دلوقتي في ايمرجنسي في انتنسيف كير مش فاضيين للسبكوتينيوس. المعلومه الثالثه، الكميه اللي هياخدها قد ايه من الريجولر انسولين؟ هنقول له والله العيان ده هياخد انسولين ايه بطريقتين، immediately كده هنديله 0.1 units per kg immediate في الوريد على طول. يعني نعمل رف استيميشن كده، المريض بتاعنا اللي في الانتنسيف كير ده تقريبا وزنه 100 كيلو جرام، 100 في 1 من 10 يبقى هياخد 10 يونت من الريجولر انسولين في الوريد مره واحده، يسموها بولس. ثم كميه مماثله من الانسولين اللي هي برضو 1 من 10 يونت لكل كيلو جرام من وزن العيان، بس المره دي بقى انترافينوس انفيوجن بير اور. مش هو متعلق له سلاين؟ السلاين اللي متعلق ده هتحط فيه الانسولين اللي هو 1 من 10 يونت لكل كيلو بير اور. طيب المعلومه الثالثه، طيب توقف امتى؟ هفضل ادي انا انسولين كده لحد امتى؟ يعني الحكم بتاعك نمره واحد البلاد جلوكوز ليفل، هتفضل تدي انسولين لحد ما البلاد جلوكوز ليفل يبقى نورمالايز. اتنين، مش بس البلاد جلوكوز ليفل، لا ده انت كمان مهتم قوي بالسيرم الكترولايتس اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم وغيره، يبقى ده مهم جدا. ثلاثة، البي اتش بتاع البلاد. يبقى لو اي ممتحن سالك ايه الحكم بتاعك وايه الجايد بتاعك في موضوع الانسولين، قول له ثلاث حاجات، لان فيه للاسف بتيجوا في الامتحان نسالكوا السؤال ده، نقول لك انا بدي انسولين للعيان، طب ايه اللي يوقفني؟ ايه الحكم بتاعي؟ يعني ولا انا هفضل ادي انسولين على طول؟ تلاقي الطالب على طول يقول لحد ما البلاد جلوكوز يبقى نورمالايزد. لا ده دي انا بقى ناوي اخليها اخر حاجه، كلمه نورمالايزيشن اوف بلاد جلوكوز دي خليها اخر حاجه. لا ده الاهم من البلاد جلوكوز السيرم الكترولايتس اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم والبايكربونيت كمان لو قدرت تقيسها، والبي اتش بتاع الايه بتاع البلاد، وفي الاخر موضوع الايه البلاد جلوكوز. معلومه بقى رقم أربعة يا بطل في موضوع الانسولين ده، حضرتك بتدي انسولين بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي، فمؤكد البلاد جلوكوز هيوطى كويس. لو البلاد جلوكوز بتاع العيان وطي وصل ل 250 ملي جرام بير دي ال، هنا مش هنسمح بالجلوكوز يوطى عن كده فجاه، لان في خطوره هنا، ممكن العيان يدخل مننا في كلمه سيريبرال إديما. افسر لك بقى كلمه سيريبرال إديما دي واقول لك نتفاداها ازاي. بص كده يا بطل، دي البرين سيلز، وهنفرض ان العيان ده كان داخل المستشفى
سكره كان نقول مثلا 400 400. طيب سكر في الدم 400، طب ما هو مؤكد السكر في البرين سيلز بنفس النسبه. الجلوكوز 400 في الدم مؤكد فيه نسبه مكافئه اكوي اوزمولار في البرين سيلز. كويس، جيت انت حضرتك اديت انسولين في الطوارئ بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، قام السكر نازل من 400 سي مثلا، نزل فجاه من 400 بقى 200. الله، كده في خطوره ولا لا؟ هيبقى في خطوره، لان السكر مش هيلحق يخرج من البرين سيلز بنفس المعدل بتاع البلد. الانسولين اللي حضرتك بتديه اي في فشغال على الجلوكوز اللي في البلد ايميديت، فالجلوكوز بينقص من الدم ايميديتلي. اما في البرين سيلز محتاج وقت على ما يحصل له من البرين سيلز. ايه النتيجه؟ النتيجه انك هتلاقي الجلوكوز اللي جوه البرين سيلز ده عامل اوزموتيك بريشر اعلى من البلد، يقوم يبتدي الايه الميه تتحرك من البلد على البرين سيلز، يقوم يحصل برين ايديما. خصوصا بقى كمان ان انت عمال تدي من بره سلاين، ما انت معلق للعيان 5 لتر سلاين، يبقى انت من ناحيه بتدي له سلاين ومن ناحيه تانية البرين سيلز جواه نسبه من الجلوكوز اعلى من اللي في البلد، وبالتالي في هنا هايبرتونيسيتي بسبب الجلوكوز ده، فالميه هتتحرك وتعمل لنا كلمه سيريبرال ايديما. امال ايه الحل بقى؟ اول ما تلاقي البلد جلوكوز نزل عن المستوى بتاع 250، يعني تحت 250، ما تسمحش بالحكايه دي، تقوم قالب على طول. انت كنت معلق للعيان ايه؟ مش احنا متفقين معاك انك معلق للعيان سلاين؟ هقوم انا على طول في الحاله دي اول ما الاقي الجلوكوز كده اقوم معلق للعيان حاجه بيسموها جلوكوز سلاين، موجوده في الاجزخانه كتير جدا، علشان ما تسمحش للجلوكوز ينزل عن 250. احنا هنسمح له ينزل عن 250 بس مش فجاه، هندي فرصه، احنا عايزين ندي فرصه للجلوكوز اللي في البرين سيلز بالراحه كده، فمش عايزين نعمل ديستربنس قوي ما بين ايه، ما بين الوسطين، ما بين البلد وما بين ايه البرين سيلز. اتفقنا يا بطل؟ طيب اخر حاجه بقى، ودي سؤال يعتبر مش لك، يعتبر للبوست جراديوت، يعني نسال فيها حد يكون بوست جراديوت، انما طالب سنه ثالثه يبقى صعب عليه. هل ممكن يعني حد لو ده كشك كده اقول لك طيب هل ممكن تستخدم حاجه غير الريجولار انسولين؟ انت قلت لي انك بتستخدم ريجولار انسولين، طيب ما احنا كان عندنا انواع من الانسولين اسرع منه اللي احنا شرحناها مع الانسولين اللي هي كان معمول لها امينو اسيد موديفيكيشن، كان في عندنا ثلاث انواع اسرع منه، النوع اللي اسمه اسبارت، والنوع اللي اسمه جلوليزين، والنوع الثاني اللي اسمه ليسبرو. الثلاثه دول اللي احنا سميناهم فاست اكتنج انسولين، هل ممكن نستخدم دول مكان الريجولر انسولين؟ الاجابه يس. اتعمل دراسات حديثه دلوقتي وقارنوا ما بين الريجولر انسولين اللي احنا بنستخدمه بقالنا سنين وما بين انك تستخدم الحاجات الجديده دي، فلاقوا النتيجه واحده، مفيش فرق كونك تستخدم ريجولر زي ما تستخدم الحاجات دي. بس انا هرجع اقول لك بقى كماله القصه ايه. حضرتك ايه اللي يجبرك ان انت تستخدم الحاجات الجديده دي؟ اذا كانت اولا الحاجات دي اكسبنسيف، يعني اذا كنت بقول لك ان مفيش فرق، طب ما الريجولر انسولين موجود عندك افيلابل طول النهار وبتجرب بقاله 50 سنة والناس ماشية عليه بقاله 50 ولا 60 سنة وبقى ويل استابلشت ومفيش منه خوف ومفيش منه مشاكل، ايه اللي يجبرك انك تروح تجرب حاجة جديدة حتى وان كنت بقولك انها تنفع؟ انما هي ما زالت برضو في طور التجارب، ويا اخي ما هي على الاقل زي ما قلت لك انها فيري اكسبنسيف وجايز ما تكونش متوفرة قوي. يبقى خلاصة الكلام، ان حد يعني شاف انك شاطر قوي كده وبتجاوب كل الاسئله وحب ينكش معاك في النقطه دي قول له يا فندم ينفع تستخدم الحاجات الجديده دي وان كانت فيري اكسبنسيف فانا مش مضطر لها، ما فيش حاجه جبراني عليها، الريجولر انسولين موجود والسلام. اخر حاجه بقى هوصيك بيها، العيان ده بيبقى داخل زي ما قلت لك عنده اسيدوزس، مش كده؟ مش اتفقنا ان البي اتش بتاعه بيبقى تحت 7.3، جايز يحتاج منك حاجه اسمها بايكربونات. لو لقيت بقى الاسيدوزس يعني سيفير قوي، يعني كان البي اتش تحت 7.1 يعني سيفير اسيدوزس، يبقى انت مضطر انك تضيف له مع العلاج بايكربونات اي في، ومش هنتكلم في تفاصيلها لان احنا غالبا ما بنحتاجهاش قوي الا زي ما قلت لك اذا كانت الايه المساله فيري سيفير. طيب ندخل على الحاله اللي بعدها اللي اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت. هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت اتش اس،
طيب أرجوك تاخد بالك منها، أبوس إيدك، لأن الحالة دي مرضى كتير جدا بيدخلوا المستشفيات وممكن يموت بسببها، لأن الطبيب اللي بيعالج ما ياخدش باله أو ما عرفش يفرق ما بينها وما بين الحالة اللي قبلها اللي اسمها ضيابيت الكيتو أسيدوز. طيب أولا أول ملاحظة، إن أنا قلت ستيت وليست كوما، لأن أصل الاسم القديم بتاع الحالة دي كان اسمها هايبر أوزمولر نون كيتوتك كوما، إنما كلمة كوما اتلغت ليه؟ سميناها ستيت، لأن 80% من المرضى ما بيبقوش كوماتوست، يعني ما عندهمش كوما، نسبة 20% فقط اللي عندهم كوما، ولذلك اتسمت هايبر جلايسيميك هايبر أوزمولر ستيت. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الحالة دي شبيهة أو يعني قريبة قوي من الايه، من الضيابيت الكيتو أسيدوز، ولذلك دايما يحصل اوفرلاب وميس دايجنوزز وتتغلط على انها ضيابيت الكيتو أسيدوز وان كانت دي مور دينجرس. طيب اشرح لك قصتها واقول لك ايه الفرق ما بينها وما بين الحاله اللي قبلها اللي اسمها ضيابيت الكيتو أسيدوز. الحاله دي اولا بتحصل اكتر في الاولد ايج، كويس، عيان يبقى عنده ضيابيتس وسكره يعلى، يعلى قوي بقى المره دي، يعني يتخطى 600، يعني بتاع الضيابيت الكيتو أسيدوز يبقى سكره مثلا 400 500 ولا حاجه، انما ده بيتخطى نسبة السكر بيتخطى 600 ملي جرام بير دي ال. لما السكر يعلى قوي عند بعض الناس يقوم زي ما قلت لك يعمل له اوزموتيك ايه، دايوريسس، يخرج عن طريق الكدني وياخد وراه ميه، فتلاقي بعض الناس يفقدوا ميه بكميات مهوله. ما هو ما عندوش غير الحكايه دي بس، كونه فقد كميات الميه المهوله دي. اللي فاتت اللي هو الحاله بتاعه الضيابيت الكيتو أسيدوز قلت لك ان المريض بيبقى تقريبا داخل المستشفى محتاج منك من 4 إلى 5 لتر. المره دي المريض اللي عنده هايبر اوزمولر ستيت ده بيبقى داخل المستشفى محتاج منك حوالي من 8 وساعات توصل ل 10 لتر في صلاين. ده يدي لك انطباع ويدي لك فكره قد ايه هو فاقد كميه ميه رهيبه. خد بالك بقى من حاجه، ان الميه اللي فقدها دي المره دي بقى فقد ميه اونلي، يعني ووتر بس، انما نسبة الصوديوم في دمه زي ما هي، يعني الكدني خرجت مية كتير جدا بالنسبة المهولة دي والصوديوم زي ما هو في دمه. طب انت بقى بنظرك لما يبقى احنا عندنا نسبة الملح والمية متوازنين، يجي العيان يفقد 8 لتر مية من غير صوديوم، يبقى النتيجة ايه؟ سيفير ديهايدريشن، والصوديوم اللي محبوس في شوية ايه، الفوليوم بتاع المية بقى قليل، فيعمل له هايبر اوزمولاريتي. من هنا جه الاسم هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت. كلمه هايبر اوزمولر جت لان الصوديوم عالي في دم العيان ده، لان زي ما قلت لك هو فقد ميه وحبس الصوديوم. اتفقنا؟ طيب بما ان الحكايه كده قدامك، يبقى اذا العلاج بقى هيبقى ايه؟ يعني نمره واحد كده، المريض اللي فاقد 8 لتر ميه ده انت ما تتكلمش فيه اصلا، ده لازم ياخد صلاين بكميات مهوله، يعني هياخد الثمانية لتر دول اجريسيف، يعني ياخدهم بمعدل اسرع من بتاع الضيابيت الكيتو أسيدوز، ويفضل بقى المره دي بما ان هو عنده الصوديوم عالي في دمه لان هو فقد ميه بس من غير صوديوم، يفضل تديله الصلاين ده هاف نورمال. مش مره وانا كلمتك في الرينال واحنا بنتكلم قلت لك ان احنا عندنا الصلاين انواع، عندنا صلاين العادي اللي هو الايزوتونيك، وعندي هاف نورمال اللي هو وعندي حاجه اسمها هايبرتونيك صلاين، يفضل بقى تدي للعيان ده الهاف تونيك صلاين. بص بقى هو ده المين تريتمنت، المريض بتاع الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت ده لو خد الفلويد دي يبقى كتر الف خيرك بالطريقه اللي بقول لك عليها دي، اللي هو اجريسيف، تدي الفلويد بشكل اجريسيف. نمره اتنين بقى، ممكن تدي له انسولين بنفس الطريقه اللي انت اديتها في الضيابيت الكيتو أسيدوز، بنفس الطريقه وبنفس المعدل ونفس الشروط ونفس كل حاجه قلناها، بس ان ابتديت بانسولين الاول من غير فلويد العيان ده هيموت منك. وكتير جدا، اقول تاني مره بحذرك وبنبهك، كتير جدا من المرضى بيدخلوا المستشفيات ويموتوا بسبب الغلطه البسيطه دي. تلاقي الدكتور اللي بيعالج ابتدى بالانسولين الاول من غير ما يدي فلويدز، او ادى فلويدز بس كانت الكميه اقل من الطبيعي، فالعيان يقوم جاي له شوك ومتوكل على الله يموت فيها الحكايه دي. فبننبهك بنقول لك ارجوك تدي الفلاويد الاول وبالكميات المهوله اللي احنا قلنا لك عليها، قلت لك ان العيان بيحتاج حوالي 8 لتر وممكن توصل ل 10 لتر الكميه اللي فقدها ومحتاجها منك، كويس؟ انت هتسالني بقى طب وانا اعرف الحالتين منين؟ يعني العيان يعني كده ولا كده، ضيابيت الكيتو أسيدوز ولا هو هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت، اعرفهم ازاي؟ بص يا بطل،
هنعرفهم بكلمة صغيرة جدا من غير أي فلسفة. الحالة دي كل قضيتها إن السكر ارتفع جدا والسكر خرج من الكدن وخد وراه مية، إنما ما فيهاش كيتوزز، ما فيهاش كيتون بودز. هتقول لي برضو أعرف دي إزاي؟ هقول لك ببساطة شديدة جدا في الاستقبال وإنت واقف. هتاخد عينة من اليورين، خد عينة بول بسيطة جدا وحط الشرايط اللي أنا كلمتك عنها اللي هي اليوريناري إيه؟ بسموها اليورين ديبستكس. اليورين ديبستكس دي بتقيس الجلوكوز وبتقيس كمان الكيتون بودز. فوالله شوف هي تيست بسيطة أهو، هو ده اللي هيفرق لك وينقذ العيان. إذا لقيت كيتون بودز في اليورين بالشرايط دي والرئة يبقى ده كيتوزز، يبقى ده دي كي إيه، دايبيتيك كيتو أسيدوز. إذا ما لقيتش كيتون بودز يبقى هي الحالة اللي اسمها اتش اتش اي اس، الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار ستيت. في فروقات أخرى غير موضوع الكيتوزز ده، أنا أقول لك بقى الثلاث فروقات الإيه المهمين. بص يا بطل، دايبيتيك كيتو أسيدوزز أهي وهنا اتش اتش اس. الدايبيتيك كيتو أسيدوز السكر عالي في دم العيان، لكن عالي مثلا يعني إيه 300 400 500، إنما هنا بيتجاوز ال 600 ملي جرام بير دي ال. كويس؟ الديهايدريشن هنا، الديهايدريشن عنده هنا ديهايدريشن مثلا تاخد ايه؟ علامتين، انما الديهايدريشن هنا بقى فيري فيري سيفير. طيب ثلاثه، الصوديوم. الصوديوم في دم العيان اللي هو الدايبيتيك كيتو اسيدوزز بيبقى يا نورمال يا اما عالي سنه صغيره، انما في الاتش اتش اس عنده هايبر ناتريميا لان زي ما قلت لك فقد حوالي من 8 لتر والصوديوم اتحبس في دمه. سيبك بقى من كل ده، حكايه الكيتون بودز او الكيتونوريا، الكيتون بودز اللي في اليورين. هنا هتلاقي كيتون بودز لان الحاله اسمها دايابيتيك كيتو، كيتو يعني كيتو فيها كيتون بودز، انما هنا هتلاقي اليورين فري، وده اللي قلت لك عليه اللي بينقذك في الاستقبال. تيست بسيط جدا وبيعرفك الحكايه. اخر حاجه بقى الحكاية الاسيدو البي اتش بتاع الدم. هنا هتلاقي في الدايبيتيك كيتو اسيدوزز بما ان فيها كيتون بودز فالعند عنده اسيدوزز والبي اتش اقل من 7.3، انما هنا بما ان ما عندوش كيتون بودز اهو يبقى ما عندوش اسيدوزز، يبقى البي اتش اكتر من 7.3. ادى الفروقات اللي ما بين الحالتين. خد بالك بقى لتاني مرة ولا لتالت مرة بعيد لك، خطورة الحالة اللي اسمها هايبر اوزمولار هايبر جلايسيميك ستيت خطورتها جاية من ان هو العيان ده محتاج لارج اماونت اوف فلويد، ولو خد انسولين قبل الفلويد هيموت منك. اتفقنا؟ ممكن بقى انت الوقت اديت له فلويد خلاص اهو واديت له انسولين زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزز. نمرة التلاتة، ممكن العيان ده يحتاج منك لو دوز اوف هيبارين، جرعة صغيرة قوي من الهيبارين، بنديله هيبارين اسمه لو موليكولار ويت هيبارين اللي هي حقنة كليكسان، هنبقى نكلمك عنها ان شاء الله في الشابتر البلد. الحقنة الكليكسان دي بتيجي متعبية جاهزة كده فيها 40 ملي جرام، بنديها للعيان سبكوتينيوس. هتسألني ليه؟ ايه اللي دخل الهيبارين دلوقتي في القصة دي؟ اولا الهيبارين ده هنبقى نقول لك عنه انه بيمنع الثرومبوزس او بيمنع او بيقلل الكلوتنج. طب ما هو منطقي، لان العيان اللي فقد كمية مية مهولة ده منطقي جدا تكون البلد فيسكوزيتي عنده عالية وعرضة لانه يدخل منك في ثرومبوتيك كاتاستروف. يبقى تاني يا بطل كده، الحالة اللي اسمها HHS الحالة دي دينجرس ولايف ثريتنينج. الكلو بتاعها والحاجة اللي تهمني جدا اللي ما تغلطش فيها ان هذا المريض داخل بعنده سيفير فلويد لوس تصل الى من 8-10 لترز، وهو محتاج الكمية دي، والكمية دي لو خدها كانت كافية جدا انها تظبطه. اتنين، هيحتاج منك انسولين ومن فضلك ما تخلفش الترتيب. تلاتة، هيحتاج منك حقنة كليكسان تحت الجلد علشان تمنع انه يدخل منك في ثرومبوزز بسبب الهاي بلاد فيسكوزيتي اللي نتجت بسبب الفلويد لوس اللي حصل ده. ندخل بقى على الريموت كومبليكيشن او الكرونيك كومبليكيشن، وانا قلت لك ان الكرونيك كومبليكيشن كانوا اربع حاجات كلهم اوباثي، انما احنا مهتمين قوي بكلمه ايه؟ نيوروباثي. نيوروباثي اللي هو التهاب الاعصاب. مرضى الديابيتس معظمهم مرضى اللي هم خصوصا تايب 2 ديابيتس اللي عندهم بور كنترول وسايبين نفسهم والسكر عالي، 50% منهم مع الوقت هيبتدوا يشتكوا من التهاب في الاعصاب. طيب انهي انواع من الاعصاب اللي هيحصل فيها نيوروباثي؟ انت عندك النيرفز اللي في جسمك بتنقسم الى ايه؟ ثلاث مجموعات رئيسيه. المجموعه الاولانيه سنسوري، المجموعه الثانيه موتور، المجموعه الثالثه اوتونوميك. ممكن النيوروباثي اللي عند العيان يصيبه في احد الثلاثه دول، يا يجي له سنسوري يا يجي له موتور يا الاخطر كمان يجي له اوتونوميك ووظائف جسمه هتتلخبط.
طيب الحكايه دي لو حصلت النيوروباثي ده لو حصل هل هو ريفرسبل؟ الاجابه لا، الحكايه دي ريفرسبل. وانس ان العيان جالك بيشتكي من اعصاب جسمه باظت خلاص الحكايه دي ريفرسبل. طيب لما السنسوري نيرفز هتبوظ هيشتكي من ايه؟ هيبتدي يشتكي من ايه؟ اقول لك ايديا بتنمل يا دكتور وما عنتش حاسس بايه، بمسك اي حاجه مانيش حاسس بيها، يبقى عنده حاجه اسمها نامبنس وتنجلنج سنسيشن. ساعات يقول لك يا دكتور بحس بشكشكه، ساعات يقول لك بحس بحاجه زي لسع النار، كل دي سنسوري مانيفستيشن. طب والموتور تيجي له بقى في اي منطقه في جسمه في صوره ويكنس. طيب والاوتونوميك تيجي له في اي حاجه لها علاقه بالاوتونوميك فانكشن، فتلاقي مثلا يجي له ايه الريجولار هارت بيتس لان الفيجاس نيرف بتاع بدا يحصل فيه مشكله، او يجي لك باعراض جي اي تي يقول لك يا دكتور انا بيجي لي امساك واسهال ومتلخبط والدنيا متلخبطه. او الاخطر بقى لو ايه، لو هو ميل يجي لك بالحاله اللي اسمها اريكتايل ديس فانكشن. اتفقنا يا بطل؟ وزي ما قلت لك الخطوره ان الحاجات دي كلها وانس انها حصلت ما بترجعش تاني. الاسباب بقى يا ترى ايه اللي بوظ الاعصاب عند العيان وعمل له الايه النيوروباثي ده؟ بيقولوا ان الجلوكوز لما بيتراكم سنين طويله وانت مش عامل له كنترول كويس بيبتدي الجلوكوز يدخل خلايا جسمك ويعمل يونيون مع البروتينات اللي في جسمك. هفكرك بحاجه اسمها HbA1c، يا ريتك يا رب تكون فاكرها. فاكر لما قلت لك ان الجلوكوز بيدخل من الدم ساعات جوه الريد بلاد سيل ويتحد بالهيموجلوبين ويكون HbA1c؟ فاكر المعلومه دي؟ اهو على نفس النمط بقى الجلوكوز بقى بيدخل بقيه خلايا جسمك ويتحد بالبروتينز اللي فيها ويعمل حاجه اسمها كوفالنت بوند، يعني يبتدي يعمل جلايكيشن للبروتينز اللي جوه ايه اللي جوه جسمك اللي جوه خلايا جسمك. الحكايه دي لما تحصل نسميها ايه؟ ها جلايكيتد اند برودكتس. كلمه جلايكيتد اند برودكتس معناها ان الجلوكوز دخل اتحد بالبروتينات بتاعه جسمك والانزيمات وعمل ايه الحكايه اللي اسمها جلايكيتد اند برودكتس دي. وبيقولوا ان هذه الجلايكيتد اند برودكتس دي مواد توكسيك لايه؟ بتبوظ خلايا جسمك، وانت عارف ان النيورال تيشو معظمها بيبقى ما بيحصلوش ريجينريشن. فوانس ان تكون الجلايكيتد اند برودكتس دي في النيورال تيشو فبتعمل دامج، والدامج ده ايرريفرسبل. ده نظريه. في نظريه تانية بتقول ان الجلوكوز اما بيتراكم مع السنين وانت سايبه بتحول لماده فيري توكسيك اسمها سوربيتول، والسوربيتول ده بقى بيعمل تيشو بروليفيريشن ومش عارف ايه وتوكسيست والكلام ده. anyway ايا كان الاسباب احنا بقى هنتعامل مع الحاله دي ازاي؟ احنا هنتعامل معاها بشكل سيمتوماتيك. سيمتوماتيك يعني علاج عرضي، عرضي يعني بنعالج الاعراض فقط، لان زي ما انا قلت لك الحاله دي ايرريفرسبل، فاحنا مفيش في ايدنا حل سحري نرجع الاعصاب تاني لما كانت عليه. قبل ما ندخل بقى في التريتمنت يهمنا اقول لك انه النصيحه الذهبيه اللي بنقولها لمرضى السكر دايما انه يعمل تايت جلايسيميك كنترول. عارف المثل بتاع الوقايه خير من العلاج؟ ننبه على المرضى نقول لهم يا اخوانا انتوا سكركم عالي، ما يغركش ان سكرك عالي وانت ماشي ورايح وجاي، انت فرحان بالحكايه دي؟ ما هو مع الوقت هيحصل لك كلمه نيوروباثي وتبقى ريفرسبل. فالكورنر ستون بتاع القصه دي من الاول كده منعها يتلخص في كلمه تايد جلايسيميك كنترول، ان العيان يظبط سكره على قد ما يقدر. كل ما يكون السكر متظبط وفي النورمال فاليوز بتاعته ما تحصلش المشاكل دي. 2 و3 و4 بقى زي ما قلت لك هنمشي سيمتوماتيك. والله العيان اللي جاي لك يشتكي من بين واحساس ان هو يقول لك ايديا بتنمل وما اعرفش رجليا مش حاسس بيها والكلام ده كله اللي هي السنسوري مانيفيستيشن دي، احسن دواء دلوقتي في العالم كله لعلاج القصه دي او يعني للاعراض دي دواء من هو يعتبر انتي ديبريسانت، دواء بتاع اكتئاب اسمه ديو لوكسيتين. الديو لوكسيتين ده اصلا زي ما قلت لك هو انتي ديبريسانت دراج، انما وجد انه بيضيع الاعراض اللي هي السنسوري مانيفيستيشن دي عند معظم العيانين، والميكانيزم بتاعه مش واضح قوي، يعني ما تسالنيش هو ازاي بيضيع الاعراض، انما بالايفيدنس كده لما بتدي للناس الاحاسيس اللي عندهم في ايديهم دي بتختفي. لو ما عندكش ديولوكسيتين اللي بعده على طول يجي في الترتيب حاجه اسمها بريجابالين. بريجابالين ده موجود تحت اسم ليريكا، ليريكا 75، يعني ده الاسم التجاري بتاعه المشهور جدا. البريجابالين ده اصلا من العيله دي بتاعت ايبيليبسي،
يبقى سبحان الله، يبقى انت الاولاني ده كان بتاع ديبريشن، التاني ده بتاع ايبيليبسي، في الحالتين الدوائين بيضيعوا المانيفستيشن اللي عند العيان بانكلير ميكانيزم. خلاص كده يا بطل، ده لو كانت الحكايه سنسوري. طب لو جالك العيان بيشتكي من انه بيقول لك يا دكتور معدتي، انا باكل الاكل بقف في معدتي، طب ما هو ده معناه ايه؟ معناه ان عنده حاجه اسمها دايابيتيك جاستروباريسيس، كلمتك انا عنها مره في الجي اي تي. طب وايه اللي مخلي المعده كسلانه كده؟ النيرفز اللي بتحرك المعده باظت من الجلايكيتد اند برودكت. طب والحل؟ هنحاول نساعده بالدواء اللي اسمه ميتوكلوبراميت اللي انا كلمتك عنه بالتفصيل في الجي اي تي في الموضوع بتاع الجاسترو اوسوفاجيال ريفلكس. طب واذا العيان جاي لنا بايه؟ بايركتايل ديسفانكشن، هنحاول نساعده بالدواء اللي كلمتك عنه مره اللي اسمه سيلدينافيل. يبقى يا بطل دلوقتي انت حاسس ان احنا عالجنا الناس ولا بندي لهم سيمتوماتيك؟ اللي على السبوره ده كله علاج سيمتوماتيك، علاج عرضي، بنشوف العرض اللي عند العيان ونحاول نساعده. انما قبل ما نختم اهو القصه كلها، الكورنر ستون بتاع منع النيوروباثي والنفروباثي والريتينوباثي، كل ما هو كلمه اوباثي ده، ان العيان يظبط سكره اللي احنا بنسميها تايت جلايسيميك كنترول. لو جالك ام سي كيو ارجوك وبيقول لك علاج اي حاله اخرها كلمه اوباثي، العلاج الامثل ايه؟ وبيحط لك 20 دواء ومن ضمن الادويه كده يقول لك تايت جلايسيميك كنترول، هي دي، اختار دي، هو ده العلاج الاصلي بتاع منع البلاوي دي كلها.